تماشيا مع المقاييس الدولية ومن أجل إدارة جمركية عصرية، نظمت المديرية العامة للجمارك يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور المعتمدين لدى الجمارك، بهدف التعريف بالتعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية بمناسبة إدخال النسخة الجديدة لنظام تعيين وترميز البضائع لعام 2022. احنا نسعى من أجل إيجاد حلول جذرية تتماشى مع النظام المنسق للتعريفة الجمركية بصفة عامة، حتى يكون المصدر في أريحية. المصدر الجزائري نحن نعمل على إيجاد كل الحلول والتبسيطات اللي ما يكونش فيه يعني عرقلة بالنسبة لعجلة التصدير بصفة عامة. التعريفة الجمركية الجزائرية أنشئت على أساس مدونة نظام المنسق حتى 6 أرقام. بعد 6 أرقام كل بلد إذا أراد أن يقوم بالتدقيق أكثر وتحديد أكثر دقة للمنتجات يقوم بإضافة أرقام أخرى. الجزائر كانت لديها 8 أرقام، وفي 2016 انتقلنا من 8 إلى 10 أرقام بطلب من كل القطاعات المعنية. قمنا بتحديد أكثر للمنتوجات بموجب هذه المدونة، وفي الفاتح جونفي 2022 تم تحيين التعريفة الجمركية الجزائرية وفق مدونة نظام المنسق المعدلة حسب توصيات المنظمة العالمية للجمارك. الإجراء الجديد بخصوص المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع سيدخل حيز التنفيذ يوم الفاتح مارس 2022، وسيمكن المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الجزائريين من اتخاذ التزامات تجارية مبنية على أسس قانونية. نطلبوا من المصدرين باش يتقربوا من الجمارك باش يعطولهم هذه الوثيقة المهمة جدا اللي راح تخليهم يصدروا بسهولة، وتاني تحميهم، لأن أي مصدر يعمل شهادة المنشأ راهو المسؤولية تاعو راهي يعني كاملة أمام الجمارك، لأن راح يعطي معلومات وربما المعلومات غير كافية راح تخلي يعني ربما يكون العكس عليها، يكون العكس عليها واش هي البلدان الاخرين يطلبوا الاحتجاج وما يعطوناش يعني ما يسمى يعني الحقوق الجمركيه. التعديلات الجديدة للمديرية العامة للجمارك ستساهم في التعريف بالعلامة التجارية الجزائرية وتحافظ على صحة وأمن المواطن، كما تدخل في تطبيق مخطط عمل الحكومة الهدف إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.